مرحبا بكم. القيادة الفلسطينية تقرر الخميس عدم العودة إلى محادثات عمان مع الإسرائيليين بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان وعدم قبولها بحدود حزيران يونيو 1967 حدودا لدولة فلسطينية. وقررت القيادة أيضا المضي قدما في طريق المصالحة الوطنية. وقالت صحيفة الحياة اللندنية إن الإدارة الأمريكية أبلغت القيادة الفلسطينية أنها لا تعارض إعلان الدوحة وتشكيل حكومة يرأسها الرئيس محمود عباس. وبالرغم من عدم قبول بعض قيادي حماس في غزة إعلان الدوحة الذي وقعه الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، فقد نفت حماس وجود خلافات في صفوفها في شأن الاتفاق. القتل في سوريا يسجل أمس رقما قياسيا جراء القصف العنيف من الجيش السوري على مدينة حمص، وقد تجاوز عدد القتلى في المدينة 100، إضافة إلى 50 آخرين قتلوا في إدلب ومعرة النعمان ومضايا والزبداني في ضواحي دمشق. وقد اقتحمت القوات السورية بالدبابات ليلة الخميس الجمعة حي الإنشاءات في حمص، وبدأت التنكيل بالأهالي حسب المرصد السوري. وأعلن التلفزيون السوري صباح الجمعة عن سقوط قتلى وجرحى في انفجارين في مدينة حلب في شمال البلاد. روسيا تشكك في شرعية مجموعة أصدقاء سوريا التي يقترح الغرب وتركيا تشكيلها لدعم المعارضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وقال الناطق باسم الخارجية الروسية ألكساندر لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي الخميس إن هناك تجارب سيئة جدا في تشكيل هيئات من هذا النوع خصوصا في ليبيا. وقد اتهم قطر وبريطانيا بإرسال قوات خاصة إلى مدينة حمص. بوادر خلاف بين المجلس العسكري الأعلى والإخوان المسلمين في مصر بعد إعلان الإخوان أنهم يريدون حكومة ائتلافية بدلا من حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري، وأنهم يبحثون عن مرشح توافقي للرئاسة غير محسوب على النظام السابق أو التيار الإسلامي. وقد أبدى رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين محمد مرسي استعداد حزبه لتشكيل حكومة ائتلافية، مؤكدا أنه مستعد لتحمل مسؤوليات الغالبية النيابية. وبعده بساعات أعلن نائب مرشد الإخوان خيرة الشاطر عدم موافقة الجماعة على استمرار حكومة الجنزوري، مشددا على أهمية إنشاء حكومة ائتلافية واسعة. المدير السابق للمخابرات الأردنية الفريق المتقاعد محمد الذهبي يقضي ليلته الأولى في السجن بتهمة غسل أموال، وذلك بعدما أوقفه رئيس الادعاء العام 14 يوما على ذمة التحقيق في تهم ثلاث هي تبييض أموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس. ونفى الذهبي التهم واكتفى بالقول إنه غير مذنب. مقتدى الصدر يدعو الحكومة العراقية برئاسة نور المالكي خلال مهرجان المقاومة لمناسبة خروج القوات الأمريكية من العراق إلى إطلاق المقاومين وتقديم ضمانات إلى من يعلنون التوبة من بين من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين. أخيرا في هذا الموجز، وزارة الدفاع الأمريكية تفتح مزيدا من الأبواب والنوافذ أمام النساء للانضمام إلى القوات المسلحة، وتعلن تخصيصها 14 ألف وظيفة للنساء، وتعرض عليهن الالتحاق بالخدمات الطبية أو الاستخبارات أو الشرطة العسكرية. وقد أعلن البنتاغون أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لدروس استخلصت من إثبات النساء قدراتهن في الخدمة العسكرية خلال حروب في العقد الماضي. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.